Musica اهلا بكم في درس جديد آه، هناخد النهاردة درس جديد يا ولاد اسمه اللام الشمسيه واللام القمريه احنا أخ كنا اخدناها قبل كده في الترم التاني في سنه اولى ابتدائي وبرده اخدناه تاني في سنه تانيه ابتدائي تعالوا مع بعض نشوف ايه هي اللام الشمسيه هي اللام التي تكتب ولا تنطق طيب يا تري يا ولاد ايه اللي بيميز اللام الشمسيه آه، ان بيوضع علي الحرف اللي بيليها شده بيوضع عليه شده. طيب. ايه الحروف اللي بتدخل عليها اللام الشمسية؟ اللام الشمسية تدخل على 14 حرف تعالوا نشوف مع بعض ايه هي الحروف التاء والثاء الدال والذال الراء والزاي السين والشين الصاد والضاد الطاء والظاء والنون واللام تعالوا نشوف امثلة مع بعض على اللام الشمسية اول كلمة هي السبورة السبورة احنا ما نطقناش اللام هنا يا ولاد والحرف اللي بعد الال عليه شدة طيب الكلمة الثانية الذكريات 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 انا ما نطقتش اللام هنا طيب والحرف اللي بعد الال الذال عليه شدة طيب تعالوا نشوف مع بعض ال الكلمة التالتة اللعب اللعب طيب تعالوا نشوف بقى اللام القمرية ايه اللام القمرية هي التي تكتب وتنطق ويوضع عليها سكون تكتب وتنطق ويوضع على اللام سكون طيب يا ترى ايه الحروف اللي بتدخل عليها اللام القمرية طيب تعالوا نشوفهم مع بعضيهم هما برضو 14 حرف طبعا حروف اللام القمرية مختلفة عن حروف اللام الشمسية طيب عندي على الالف والباء الجيم والحاء والخاء والعين والغين الفاء والقاف والميم والكاف والهاء والواو والياء 14 حرف طيب دايما بنختصرهم في جمله هي جحا غبي فك مخه وقع تعالوا نشوف مع بعض امثله لللام القمريه كلمه الام الام لام قمريه بص يا ولاد اي الف لام الف دايما بتبقى قمريه لان اللي بعد اللام لازم بيبقى الف طيب كلمة الكنز الكنز, الكنز كيف بعد الال حرف الكيف والكاف تبع حروف اللام القمرية فهتبقى لام قمرية طيب كلمة المهمة المهمة ها حرف الميم أيوة تبع حروف اللام القمرية هيبقى لام قمرية تعالوا نشوف السؤال بيقولي إيه اقرأ ثم صل كل كلمة بما يناسبها طيب عندي اول كلمة الديناصورات اه الديناصورات انا نطقت اللام الديناصورات لا ما نطقتش اللام طب تعالوا نتأكد بعد الالف واللام حرف الدال يا ترى تبع حروف اللام القمرية ولا الشمسية لا تبع حروف اللام الشمسية تمام طيب نوصلها بالال الشمسية الكلمة التانية الماضي الماضي ها بعد الحرف ايه الميم يا ترى اه ده انا كمان نطقت يا ولاد ال, ال الماضي اه يبقى دي لام ايه لام قمريه طب انا عايزه اتاكد اه الميم طبع ايه جحا غبي فك مخه وقع اوصلها بايه لام قمريه القمريه كلمة اللي بعد كده الشجر الشجر ها انا نطقتش اللام والشين تبع حروف اللام الشمسية، يبقى دي لام شمسية، الكلمة اللي بعدها التواصل، التواصل، أنا ما نطقتش اللام، وكمان الت تبع حروف اللام الشمسية، طيب تعالوا نشوف مع بعض كلمة العادات، العادات، أنا نطقت اللام، والعين تبع حروف اللام القمرية بوصلها ب القمرية السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكمل الجمل الآتية بما يناسبها طيب هو بيقول لي هنا يا ولاد واحد طارت نقط من القفص طيب هو عايز اكمل الجملة بلام قمرية طيب نقول طارت ايه؟ خلوا بالكم طارت اخرها تاء إيه؟ يعني الكلمة اللي هكتبها هكتبها مؤنث لان ده فعل ماضي. تعالوا نشوف نكتب ايه طارت ايه هي لام قمريه طارت العصفوره الجمله التانية ها بيقول لي وقف نقط امام المعلم وقف ايه دي طب انا هو عايز مني قدامها طالب لام شمسيه هقول وقف ايه وقف التلاميذ او التلميذ طيب الكلمه اللي بعدها وضعته القلم على نقط، عايز مني م? لام شمسية طب هو ينفع كلمة المنضدة؟ لا المنضدة لام قمرية، أنا لازم أختار كلمة بها لام شمسية هتبقى إيه يا ولاد؟ ممكن الطاولة طيب الجملة اللي بعدها نامت نقط في سريرها عايز مني لام قمرية هتبقى إيه يا ولاد؟ آه نامت إيه؟ أيوة نامت البنت نامت يبقى لازم الكلمة اختر الكلمات التي بها لام شمسية واكتبها أول كلمة عندي كلمة الولد الجزر النحل بعد كده الأرانب الهواء الضابط التاج الطريق طيب انا عندي هو جايب لي كلمات يا ولاد فيها لام شمسيه ولام قمريه هقراهم كويس وهبدا اتعرف على اللام الشمسيه واكتبها كلمه الولد اه انا نطقت اللام وكمان الواو تبع حروف اللام القمريه يبقى دي مش هكتبها الكلمه اللي بعدها الجزر الجزر برضو انا نطقت اللام وحرف الجيم تبع حروف اللام القمريه الكلمه اللي بعدها النحل النحل انا ما نطقتش اللام هنا طب وكمان حرف النون تبع ايه ها اه تبع اللام الشمسيه النحل طيب اكتب النحل الكلمه اللي بعدها الارانب الارانب انا نطقت اللام اهو وكمان حرف الالف ده تبع ايه حروف اللام القمريه طبعا مش هكتبها كلمه الهواء الهواء اه انا نطقت اللام وكمان الهاء تبع حروف اللام القمريه تعالوا نشوف الكلمه اللي بعدها الضابط الضابط انا ما نطقتش اللام كمان حرف الضاد تبع حروف اللام الشمسيه الكلمه اللي بعدها التاج آه حرف التاء تبع حروف اللام الشمسية، آخر كلمة عندي الطريق، الطريق طبعاً دي لام حرف الطاء تبع حروف اللام الشمسية، وبكده يا ولاد خلص التدريب بتاعي على اللام الشمسية واللام القمرية.